مساء الخير أعزائي مشاهدي ومتابعي الصحة والجمال في كل مكان، وحلقة جديدة من نبض الملاعب مع أحمد شهاب. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن القمة ومصير القمة، وانتهت القمة على خير بوجود الروح الرياضية اللي احنا كنا بنتمناها، وفاز بالقمة نادي الزمالك على النادي الأهلي. في بداية حلقتنا النهاردة لازم نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، وهيكون تبعياته، يعني أنا بقول لكم من مصادر موثوق منها، في تبعياته خلال الفترة اللي جاية هيحصل صدام شديد جدا جدا ما بين أندية الدوري المصري الممتاز والجبلاية اللجنة الخماسية بسبب إلغاء مساحات فيروس كورونا اللي بتتعمل للاعبين قبل المباريات الرسمية ب 48 ساعة. بدلوا المساحات بتحليل دم الرابيد تيست بدل البي سي ار زي ما احنا عارفين للمساحات اللي بتتعمل. وكانت اول مواجهه او اول صدام في اللي اتعمل التحاليل لمباراه الاهلي والمصري اللي هتقام اليوم في 8:30 مساء على استاد برج العرب. المشكله والحكايه والحدوته ان نادي المصري فوجئ ان نتيجه التحاليل بتاعته اظهرت 10 عينات او 10 حالات ايجابيه من فيروس كورونا، والنادي الاهلي 9 حالات. طبعا الموضوع عمل برجلة جدا، خاصة البروتوكول بيقول أزيد من 10، يعني المفروض المباراة برضه تتلعب، لكن المفروض اللي ظهر دلوقتي إن العدد فعلا كبير. المشكلة في موضوع العينات اللي بتتعمل، عينات الدم دي ما بتتعملش عشان خاطر كورونا، خلي بالكم. هو العينات دي بيبقى شقين، هو عينة تحليل الدم ده لما بيجي يطلع التحليل برمز دي يبقى خلاص ان جهاز المناعه اتعامل مع اي فيروس موجود في الجسم والجسم شافي تماما. لو طلعت عينه الدم برمز ايه هيكون الموضوع مختلف، ان في مشكله جهاز المناعه بيحاربها لكن مش فيروس كورونا. يبقى التحليل الجديد اللي الجبليه عايزه تطبقه هو مش تحليل بيظهر ان اللاعب او الاداري او اي حد من المنظومه الرياضيه عنده فيروس كورونا، فبالتالي طلبوا المساحات. قالوا النادي المصري طبعا لما ظهر عنده العشر حالات وخاطب واللجنة الطبية قالت له احنا هنبعت لك لجنة وهنعمل لك مسحة كورونا البي سي ار اللي احنا متعودين عليها، وعملوها لتمن لاعبين اشتبه فيهم، يعني مش عملوها للعشرة، عملوها لتمانية اظهرت التحليل هم 5 بس، يعني حتى تحليل الدم اصبح خاطئ. امبارح رؤساء، ده حصريا بقى لنبض الملاعب، امبارح معظم رؤساء الاندية عملوا اجتماع على الواتساب، عاملين جروب بينهم وبين بعض، بيرفضوا تماما تماما اللجوء او اتباع النظام الجديد اللي الجبلية قالت عليه ان هو عايز يعمل المسحة عن طريق الدم. وكان كلامهم بيقول ان ازاي ان الاتحاد الافريقي دعم اتحاد الكره المصري والاتحادات القاريه او الاتحادات المحليه في قاره افريقيا ب1.5 مليون دولار. مليون ونص دولار عشان تعمل، يعني انت عندك عشان تعمل مساحات للانديه، فالجبليه حبت توفر وقالت اعمل تحاليل دم، خاصه زي ما هيجي بقى من خلال حلقتنا، بقيه حلقتنا اللي جايه هنتكلم ان هيكون في تحاليل لبعض الاقسام الاخرى. لا يا جماعه، مش عايزين نوصل للحال اللي احنا هنشوفه او هنتكلم برضو عنه خلال الحلقه في الاتحاد المغربي اللي أعلن إيقاف الدوري المحلي عنده بسبب تطبيقه لهذه المسحة اللي بتظهر، اللي بيظهر من خلالها إن اللاعب أو أي حد عمل مسحة في حال طلع الرمز إيه يبقى هو مصاب بفيروس. وأنا بقول لكم يا جماعة علميا وطبيا دي ما مش بتبين إنه فيروس كورونا، لكن بتبين ده جهاز المناعة حالته عاملة إزاي. فكان إمبارح حصل هرج ومرج في داخل صفوف النادي المصري لدرجة ان النادي المصري ألغى المحاضرة الفنية امبارح بالليل، ولحد 9 صباحا او 10 صباحا ما كانش لسه نتيجة العينات التحاليل بتاعت فيروس كورونا اللي هي التحاليل الرئيسية وصلت نتيجتها للنادي المصري. فالنادي المصري هيدخل لقائه اليوم وهيكون النتيجة
قبل المباراة بساعات قليلة. عايزين بقى نروح بسرعة ونجري ونشوف منشتاتنا وعناويننا لأحدث وأهم الأخبار للصوت الرائع يارا دايم، ونرجع تاني. بعد غياب طويل، صالح جمعة في قائمة مباراة المصري. النحاس يفسد فرحة الزمالك المنتشي بانتصار القمة. القيعي يخضع للتحقيق في مقر الجبلاية. الخماسية تلغي مساحات كورونا للاعبي الدوري الممتاز. وكيل ساسي ينفي رحيل اللاعب للأهلي. عودة الروح لجسد القسم الثالث والرابع بعد تحديد موعد المساحات. رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان بات قريبا. ورجعنا بعد ما شفنا وسمعنا منشتات نبض الملاعب. استياء شديد جدا جدا عند المدير الفني الخلوق طارق العشري، المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي. الاستياء جه هنا ان طلب بشكل ودي، قبل يعني طلب من الكابتن عبد الظاهر السقا ان هو يخاطب الكابتن سيد عبد الحفيظ وديا كده، انه يتحدث مع فايلر ويطلب منه تأجيل المباراة ما بين المصري والأهلي على استاد برج العرب لمدة 24 ساعة عشان يعرفوا نتيجة التحاليل. ولكن اللي أصاب يعني زي ما بيقولوا طارق العشري بيئة الدهشة ان فايلر رفض تأجيل المباراة. قال انا حاطط بلان وسيستم، ولو أجلت المباراة 24 ساعة اتحاد الكرة مش هيأجل لي ولا هيرحل لي المباراة اللي بعدها. والنهاردة كمان يعني سمعنا ان الكابتن عبد الظاهر السقا استقال، اللي هو المدير الرياضي في نادي المصري، استقال من منصبه داخل مصر دون ابداء اي اسباب. يعني هو عمل المهمه اللي طلبت منه، ولما النادي الاهلي رفض بعدها اعلن استقاله، لكن ما فيش ربط طبعا ما بين الحدث والحدث. صالح جمعه، اخيرا صالح جمعه يدخل قائمه مباراه الاهلي والمصري بعد غياب عام كامل. نعم عام كامل. طبعا صالح جمعة كلنا عارفين انه انتقل للنادي الاهلي من الدوري البرتغالي موسم 2015، لعب 69 مباراة مع 69 مباراة مع النادي الأهلي، ويعتبر النهاردة لو شارك في المباراة دي هيبقى 70. أعتقد أن العدد من 2015 حتى 2020 خمسة سنوات عدد قليل جدا من الماتشات، وطبعا مش اكترها الغياب، فبالتالي العدد ده مش قصده مش زي ما بيقولوا مش اصابه او اي حاجه هي منعته عن المباريات، ولكن زي ما بيقولوا مبادئ وقيم النادي الاهلي والاحداث اللي كان عدم التزام صالح جمعه موجود، يعني عدم الالتزام بتاعه هو اللي كان خرجه بره حسابات المديرين الفنيين اللي سبق مشارك يعني اعضاء او قادوا النادي الاهلي. فصالح جمعه عهد جديد في الكره المصريه. صالح لعيب متميز، لعيب كبير قبل ما يحتاجوا النادي الاهلي بيحتاجوا منتخب مصر. احنا النهارده كصناع اللعب في الانديه قليلين جدا جدا جدا. النهارده على راس صناع اللعب اللي موجودين في مصر عبد الله السعيد. عبد الله السعيد خلاص لو حصل معاه اي حاجه او خلاص هو في مرحله بدا السن يبتدي يكبر، يبقى احنا محتاجين ناخد من تحت. وصالح جمعه جدير ان هو يكون داخل منتخب مصر ويقود النادي الاهلي لانتصارات جديدة. إحصائية جميلة جابوها لنا في فريق الإعداد النهاردة عن مباراة الأهلي والمصري. النادي الأهلي فاز آخر 7 مواجهات متتالية ما بينه وما بين المصري، والنادي المصري لا يفوز، لا يحرز في النادي الأهلي سوى هدف واحد منذ 3 سنوات. طارق العشري خاض 28 مباراة أمام النادي الأهلي أيام ما كان بيقود حرس الحدود ووادي دجلة ومقاولين وأهلي بني غازي. فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر 16 مباراة.
ما ينفعش يكون بنتكلم عن الدوري الممتاز وحواديت الدوري الممتاز وكواليس الدوري الممتاز، ولازم يكون معانا صحفي وناقد كبير عبر الهاتف، الأستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي بجريدة المساء. مساء الفل. مساء الخير يا أستاذ أحمد على حضرتك، ومساء الخير على السادة مشاهدين القناة. منورنا ومشرفنا يا استاذ ياسر. احداث كبيره بنشوفها في الدوري الممتاز بعد ما فرحنا بعوده النشاط وشايفين متعه واثاره الدوري والتنافس خاصه في على المراكز من الثاني والهروب من القاع. وجدنا اتحاد الكره المصري يصدر تعليمات بالغاء مساحات كورونا والعمل بموضوع زي ما بيقولوا المساحات الجديده ده رابط تيست اللي هي تحاليل الدم. يعني طبعا مجرد فكره ان عوده النشاط في كره القدم ده كان برضه يعني موضوع محل شكوك كبيره جدا، لكن قدر اتحاد الكوره وقدرت الدوله نفسها ان هي ترجع نشاط كبير ومهم جدا هو نشاط كره القدم، مرتبط بانشطه متعدده، مرتبط بعقود رعايه للانديه، يعني الأندية مش بس كانت هتتأثر فيها كرة القدم ولكن هتتأثر جميع الأنشطة الرياضية الأخرى، لأن كلنا عارفين إن كل الأندية المصرية اللي فيها أنشطة كرة قدم، كرة القدم هو النشاط الرياضي اللي بيصرف على باقي الأنشطة، إن باقي الأنشطة الأخرى أو الرياضات الأخرى ما بتحققش عوائد وإيرادات اللي هي تقدر تخليها حتى تكون قادرة على الإنفاق على نفسها. المهم ان عوده النشاط طبعا ده شيء كويس جدا، وزي ما احنا كلنا شايفين وحضرتك قلت الصراع شغال والمنافسه شرسه جدا، يمكن المركز الاول طبعا او نقدر نقول ان الاهلي شبه حسم لقب الدوري هذا الموسم بنسبه تتخطى 90%، 17 نقطه ما بينه وما بين اقرب منافسين. الفرق كبير جدا، يعني هيكون صعب جدا ان 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 الاهلي يعني حتى لو المنافسين ليه استطاعوا ان هم يكسبوا كل مبارياتهم هيكون صعب جدا على الاهلي حتى لو هو في أسوأ يعني حالاته انه يخسر خمس ماتشات او ست ماتشات. يعني انت بتتكلم ان عشان يعني اي نادي يلحق بالاهلي المفروض ان الاهلي يخسر ست ماتشات على الاقل، وده طبعا امر صعب جدا في ظل ان متبقي فقط 12 مباراه على نهايه الدوري. أصبحت المنافسة داخل جدول المسابقة منحصرة حوالين المركز الثاني ومحاولة دخول المربع الذهبي من أندية أخرى بخلاف الزمالك وبيراميدز والمقاولين العرب، ووجود مثلا حوالي من 6 لـ7 فرق بيتنافسوا داخل صراع دوامة الهبوط. طب ورايك استاذ ياسر في حاله نادي المقاولين العرب هذا الموسم 40 نقطه في المركز الرابع؟ بس قبل ما تجاوبنا على السؤال ده مهم قوي، كان رايك في الغاء مساحات كورونا واستبدالها بتحاليل الدم، وانا بقول لحضرتك في كواليس جامده جدا بتقول ان رؤساء الانديه رافضين تماما موضوع الرابيد تيست او تحليل الدم. يعني هو تحاليل الدم يمكن عشان خاطر التكاليف الماليه يعني طبعا حضرتك عارف ان تكاليف المسحه يعني كبيره على الانديه، والانديه كلها بتشتكي بس اللي بيتحمل هذا يا استاذ ياسر اتحاد الكره، مش اتحاد الكره، لان اتحاد الكره كان في البدايه، لكن دلوقتي مش اتحاد الكره، الانديه هي اللي بتتحمل تكاليف هذه المساحات، او اذا كان حتى اتحاد الكره بيتحمل دلوقتي فهو بيجي يقسمها بعد كده من مستحقات الانديه اللي عنده فيما أيوة. بعد يعني طيب حاله مقاولين العرب بهذا الموسم والفوز المثير على النادي الزمالك المنافس ليه في المربع الذهبي. طبعا يعني المقاولين استحق الفوز في هذه المباراه، لعب بمستوى تكتيكي اداء تكتيكي عالي جدا جدا، استطاع ان هو عماد النحاس المدير الفني للمقاولين العرب استطاع ان هو يذاكر فرقه الزمالك كويس، وواضح ان هو كان مركز على حاجه معينه وهي ان لعيبه الزمالك هتنزل هذه المباراه عندها ثقه عاليه طبعا، لانها المباراه التاليه لمباراه القمه اللي الزمالك كسبها 3-1،
كان في نوع من النشوه والفرحه اللي هي زايده عن الحد، ودي استغلها عماد النحاس كويس قوي، وقدر ان هو يهيئ لعيبته نفسيا ان هم حتى ما ينزلوش خايفين من ان هم بيلعبوا الزمالك اللي كسب الاهلي قبلها ب 48 ساعه 3-1، وكان اداء الزمالك في مباراه القمه اداء مميز بالفعل. لكن المقاولين العرب قدر ان هو يقلب المائده على كارتيرون من خلال عماد النحاس اللي قدر ان هو حتى في ادائه الدفاعي كان مميز جدا، يعني حتى الدفاع اللي كان بيلعب بيه طريق نادي المقاولين العرب دفاع منظم ما هواش ارتجالي، يعني تحس ان كل لاعب حافظ هو واقف في اي مربع بالظبط داخل الملعب. دي حقيقة. مفيش تشتيت للكورة. يعني مش مجرد ان انا اول ما اخد الكورة من مهاجمين الزمالك اروح مشتتها وخلاص، لا ده في فكر، في تعليمات فنية بتتنفذ من اللعيبة داخل الملعب، ويمكن ده اللي مخلي يعني الفوز بتاع المقاولين ليه شكل جمالي. وكون ان الفرقة برضه تلعب اكتر من ساعة 10 لعيبة وبعدين ينطرد لاعب تاني قبل ما يجيبوا الهدف التاني ويلعب 9 لعيبة، وان يكون لعيبته عندها كل مخزون هذا المخزون العالي جدا من اللياقة البدنية، اعتقد ده شغل يعني شغل مدرب فاهم وواعي وعارف هو بيعمل ايه. دي حقيقة. المقاولين ظهر بهذه الصورة، وكون ان المقاولين حاليا بينافس مع الزمالك ومع بيراميدز والاثنين يتفوقوا عليه الامكانيات الماديه ان هو ماشي وراهم معاهم خطوه بخطوه، اعتقد ان ده يحسب طبعا لاداره النادي المقاولين العرب اللي بتحاول استعاده امجاد الماضي، لان احنا برضو ما نقدرش ننسى ابدا الجيل الذهبي للمقاولين العرب سواء محليا او افريقيا طبعا. ان هو نادي عريق وليه صولات وجولات، وياما فرح جماهير الكره المصريه بانتصاراته الرائعة في البطولات الأفريقية. فعلا مقاولين العرب يستمر. مقاولين العرب هذا الموسم حالة كبيرة، وعماد النحاس مش بس من هذا الموسم أستاذ ياسر، ولكن عماد النحاس مدير فني واعد قادم بقوة في عالم الساحرة المستديرة. نورتنا وشرفتنا يا أستاذ ياسر. مكالمة مهمة جدا، نجري بسرعة بباقي أخبارنا. القيعي عدل القيعي بعد مهاجمته للطاقم الكرواتي اللي جابته اللجنة أو عينته لجنة الحكام باتحاد الكرة، وعدل القيعي طلع على قناة الأهلي وهاجم بشدة وبقسوة هذا الطاقم، فبالتالي وزي ما قلنا في حلقتنا الأولى إن اتحاد الكرة المصري أصدر بيان وقال أي حد هيتجاوز في عن التحكيم ويقول لنا عينولي او ما تعينوليش حكم بطريقه اخرى، لا الكلام ده عندنا ممنوع. وبالتالي بما ان عدل القيعي داخل منظومه النادي الاهلي وبيكون ليه راتب داخل اذا كان القناه او المنشاه، لو طبق عليه غرامه هتخصم من مستحقات النادي الاهلي. الاهلي طلب عوده صلاح محسن المعار لنادي سموحه، بيحتاج فراوده او قوه الناحيه الهجوميه في صفوف النادي الاهلي، وايضا ناصر ماهر المعار ايضا لسموحه، كلام كبير جدا على عودته للقلعه الحمراء على غرار الشرقيه للدخان. نادي مدينه نصر بيطلب رعايه أو رعاية حسين الشحات من النادي الأهلي. احنا عارفين ان الشرقية للدخان النادي الأهلي صرف له 1,000,000 جنيه حق رعاية حسين الشحات، فمدينة أهل زي ما بيقولوا بقى بعد فاكس نادي مدينة نصر للنادي الأهلي بيطالب النادي الأهلي بحق رعاية، خاصة ان حسين الشحات لعب من موسم 2003-2004 لحد موسم 2011-2012 ثم انتقل للشرقية للدخان وعنده 19 سنة، ومن الشرقية للدخان راح للمقصة، ومن المقصة راح العين الإماراتي وانضم حديثا للنادي
الأهلي. هدف مروان محسن القاتل في مرمى الجونة أعاد الهدوء للكيان الأحمر وأعطى الثقة من جديد لمروان محسن. وزير الشباب والرياضة الدكتور الجميل دكتور أشرف صبحي عمل زيارة أو حضر افتتاح منشآت جديدة داخل نادي الزمالك بعد دعوة المستشار مرتضى منصور. فعلا نادي الزمالك يا جماعة لو دخلت النادي دلوقتي هتشوف قلعة عملاقة بمنشآت، حاجة تليق فعلا باسم وكيان نادي الزمالك. وكيل فرجاني ساسي ينفي رحيل اللاعب عن الفريق خلال الفترة اللي احنا من بقالنا بالظبط 48 ساعة، إشاعات كبيرة طالعة وفي أقاويل دايما طالعة إن فرجاني ساسي خلاص مضى في النادي الأهلي بما إنه متبقي ليه سنة. طبعا وكيله طلع ونفى الموضوع ده، وفريق الإعداد جاب لنا من السوشيال ميديا والمواقع الرسمية فويس سجله وكيل اللاعب مهند عون، لاعب فرجاني ساسي الوكيل مهند عون. نروح نسمع الفويس ده ونرجع تاني. قبل يومين وضحت ان فرجاني مرتاح نفسانيا ومعنويا وإن شاء الله يجدد عقده. لما أمس طلعوا المدرب فالصحفيين تبع الأهلي عايزين يسووا هيك حاجة وزوبعة ويأثروا على الولد، ما فيش منه الكلام ده، لسه باقي في الزمالك والأمور طيبة، ما تسمع كلام الجرايد. حازم إمام يغيب، كابتن فريق نادي الزمالك بيغيب عن مباراة إنبي القادمة بعد إصابته أمام المقاولون العرب بشد في العضلة الأمامية. مباراة مهمة جدا جدا تنتظر نادي الزمالك أمام إنبي حلمي طولان العامل شكل جميل قوي لإنبي هذا الموسم. حسام البدري يطالب الجبلية بإلغاء معسكر أكتوبر. كده كده معسكر أكتوبر لمنتخب مصر مش هيكون في أجندة دولية في أكتوبر، فحسام البدري بيطلب من اتحاد الكرة إن المدة اللي كان هيشتغل فيها في أكتوبر هياخد المدة في شهر أكتوبر يحطها في مدة شهر نوفمبر عشان يعمل معسكر طويل. كلنا عارفين الجولة الثالثة والرابعة أمام توجو، وده لقاء مهم جدا، لقاءين مهمين جدا. فحسام البدري قال أنا لازم أعمل معسكر طويل خاصة إن اللعيبة بعيدة عن بعض فترة كبيرة، وإحنا عارفين إن حسام البدري المدير الفني منتخب مصر هو وجهازه مقسمين نفسهم على الملاعب المصرية لمشاهدة ومتابعة اللاعبين المصريين. النهاردة اتحاد أو امبارح اتحاد الكرة المصري بعت فاكسات لأندية القسم الثاني والثالث والرابع. أخيرا سمعنا حاجة عن القسم الثالث والرابع، بعت لهم جدول المساحات. ده بيبين رسميا ان العودة حتمية لاستئناف هذه المباريات. عشان كده جبنا معانا رئيس نادي انا الدكتور اشرف سعد، رئيس نادي انا اللي صعد من بدري، وعايزين نقول له مبروك، منورنا ومشرفنا دكتور اشرف. مساء الخير يا كابتن احمد، واحلى صباح واحلى مساء على قناه الصحه والجمال وعلى حضرتك وعلى القناه الجميله، والله يبارك فيك وشكرا على التهنئه الجميله. دكتور اشرف دايما ان شاء الله منورنا. حاله نادي انا النادي اللي دايما زي ما بيقولوا لما نزل القسم الثالث ما حدش صدق ان هو في القسم الثالث، هو دايما كان في القسم الثاني وبينافس بشده على الصعود للممتاز. تقول ايه عن اتحاد الكره وعوده الروح والحياه من جديد للقسم الثالث بعد ارسال فاكس للمساحات؟ والله حضرتك كابتن احمد احنا طبعا تعبنا بعوده الروح للنشاط اولا في مصر بصفه عامه والدوري العام والقسم الثاني واخيرا مؤخرا القسم الثالث، واخترنا عن طريق المناطق اتحاد الكوره في المحافظات بتحديد ميعاد 4/9/4 سبتمبر باجراء مساحات لانديه القسم الثالث والرابع. طبعا تم تمام عوده الروح، ولكن احنا محتاجين كان في طلب، يعني يا ريت يبقى المساحات اجراء المساحات تبقى قريبه من تواريخ اعداد الاعداد للفرق القسم الثاني والثالث.
ميبقاش انا بضطر ان انا اجيب اللاعب قبل فتره اعدادي او قبل فتره اعدادي فتره كبيره خالص، واضطر ابدا يا اما عندي حاله من الاثنين، يا اما ابدا اعداد بدري وفي الحاله دي هتتكلف الانديه دي مبالغ كبيره في مصاريف الاعداد والاقامه بالنسبه للاعبين، يا اما اضطر ان انا اعمل المدحه دي في التوقيت 4/9 ده واضطر امشي اللاعب الثاني لمحل اقامته وارجع ابدا مرحله الاعداد للفريق مره اخرى. تمام. انا على سبيل المثال نادي هنا الرياضي المفروض ان انا هلعب بايدي ماتشين في التيزر، الماتشين دول بالنسبه لي انا تحت الضغط لان النادي هنا الرياضي حسم الصعود بالفعل في مجموعته كاول المجموعه. فانا يعني كل ترتيباتي كانت مثلا هبدا اعدادي على 15/9 على يعني على اقصى تقدير لظروف الاقتصاديه والظروف اللي مضينا بها كانديه وظروف كورونا وتجمعات. النهارده لما يجي الاتحاد يختار معاد اعمل مساحات ابتدائي من 4/9 بدايه من 4/9 يبقى في يعني في فرق كبير، انت بتجبرني ان انا ابدا مرحله اعداد بدري وما اعرفش مصير بدايه حتى الماتشات الرسميه امتى. كلام يعني حضرتك كلام حضرتك محترم دكتور اشرف. انا بقول لحضرتك بضم صوتي لصوت حضرتك اللي فعلا، بس انا بقول لحضرتك هو بيقول لك ابدا بدري عشان هتستأنف مباراتين وبعد كده هيكون في زي ما بقول راحه اسبوعين بعد استئناف المباريات والموسم الجديد. وطبعا احنا مش عارفين لو انت النهارده صعدت دوري ممتاز به يبقى في امكانيات جديده وشغل مختلف تماما على القسم الثالث امكانيات والقسم الثاني غير امكانيات القسم الثالث. طبعا وقتنا جري يا دكتور اشرف، وان شاء الله تكون معانا في حلقات تانية كتير نعرف اخبار انا اللي صعد بفارق 10 نقاط عن اقرب المنافسين. نورتنا وشرفتنا. شكرا دكتور اشرف. سريعا كده قبل ما نختم حلقتنا اللي دايما معاكم بتجري بسرعه، عرفته عقب هزيمه برشلونه من بايرن ميونخ الهزيمه التاريخيه 8-2 أقيل كيكي من قيادة برشلونة فنيا، وجه رونالد كومان وتولى منصب المدير الفني في نادي برشلونة. أول ما دخل الإدارة بقى بسرعة، شوفي إدارة كاتالونيا عملوا إيه، قالوا إحنا لازم هنبني البيت من جديد ونعمل فيه تغيير. جابوا كومان بشخصيته القوية والفنية، وأول ما دخل من باب برشلونة قال أنا هستبعد 8 لاعبين، ومن أبرز اللاعبين المستبعدين سواريز النجم الهداف الكبير وفيدال جه ميسي، والعالم كله بيتكلم، وأبلغ برشلونة رسميا بعدم استمراره رغم أن العقد ساري، ولكن في بند في العقد بيتيح لميسي بعد انتهاء الموسم أنه هو يرحل لأي نادي آخر. وأنا بقول لكم من هنا باريس سان جيرمان أو السيتي، السيتي بيب جورديولا هو اللي بيتكلم مع ميسي وبيقول له انا محتاجك معايا، وباريس سان جيرمان بيغري باموال طائله هيكون اغلى لاعب في العالم كعادته. يعني كانت دايما منافسه ما بين ميسي ورونالدو على الاغلى في العالم، ودلوقتي خلاص يبقى باريس سان جيرمان الاغراء مادي، اما السيتي هو الاغراء هيكون من خلال ان ميسي بيحب جدا طريقه لعب جوارديولا، وهو ابدع مع جوارديولا كتير جدا جدا جدا. ليفربول النهارده واحنا بنتكلم خلاص صافره انطلاق كاس الدرع الخيريه ما بين الارسنال وليفربول، بما ان ليفربول بطل الدوري الانجليزي والارسنال بطل كاس الاتحاد الانجليزي. خلصت حلقتنا بسرعة معاكم، بشكر فريق العمل بجد حاجة رائعة من على رأسهم المبدع المخرج الجميل وليد عمار وشريف خطاب المنسق العام يارا دايم مديرة التحرير وأستاذ وليد عمارة والأستاذ منصور وأبو دقيقة وكل قصة العمل خلف الكاميرات. بشكركم شكرا جزيلا وأشوفكم الحلقة الجاية.